كتب الهداية واضحة التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضحة التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وحن كجرني سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، سيرتي رسولك أيا كجرني صلى الله عليه وسلم، وحنو قسو دنبيسي نبي قصق وطائف آذي انت كبعدنا أجددي وحيابه أودون هيي وصامك سوهل بل سوى امتحان مر الله لمركو كسو لا تيسه ملقي بورها الله صادري إلهنا سبحانه وتعالى إنه أقرقاره هيو أي الله تلمامي بل سئات بغن حريص بغن رسولك إنت وحي كدن بيسنا وحو سميي إنو إسكعفيي دكي لباطة مركا جارسيي حالكو مركو ميشا مرايي أي وحا دعضي إن رسولك صلى الله عليه وسلم مرلبات قومك ديب أغسو النقضي ديب أيو مكا أغسو النقضي وضع من عدينك لرهدان واتو إجاريي كهر وحا دعضي إني بنتين خديجو ونبي حاس كيساهي وزير نواه هيدو قرب كيسا تاقنيت يأذيركي أبي طالب أو آد لوغا عبسن جيري أو إن حلالة إنتو أبي طالب نولا أي سنسورة قلين إني دباتو حوق بدن جارسيان إنتا مركي دعضي أو مكان لغا ديدي إلا إن يرى رميسي ماهاني إنتي رميسي أي كلا أردين وحبشي مديني كلا آذين طائف أو آذي أو عدر عدل لوايي wuxuu guda galay haddana qabiilooyin yar yar oo magaalooyinka iyo tuulooyinka degan inuu naftiisa u bandhigo qol kasta uu dul tago ee uu uga sheekay islaamkana way diidi jireen qolada ugu fiican waxay dhahayn haddaan ku ogolaano oo ku soo dhaweysano arab baan qorteeni u dhiganay oo ay nala dagaalamayaan hadaa guuleysato amarka wax managa siinaysaa وحمنا لقيب جلينيسا ما حد ما أقشى معناها وقرقرتن وماشى هدي اللي قدرته وأنكو الله ليه ما حد يقدر يجيسا إيمك سعتا مركزا وحي دين هدانكو أقولانو أنكو سود ويسنا قرتن عربي هستالا وان دجال مينا هدي أقوليسته ما حد ما أقشى هاي أمر كمان لقيب جلينيسا أمر كإلهي بأسكاله الله صلى الله عليه وسلم من الله لم يشو دونه أيو نبجيا أمر دون إيه مضح دون إيه حكم دون معها ميشان جنة للرابين إيه ددك أو أبان إيه وضد جنة إيه قلان أو الربو وينو إمان دون تاويلشي رير مدينة مر الله لمركي أي لب اللمين وأي دهين رسولك الله حدان إنتا سمينا فما لنا قال الجنة جنة ليذهين براء ابن معرور إنتو استاغو يري قعن قادة نبي محمد صلى الله عليه وسلم جنده ووحان ربني انت مركي دعضي ودباتة صائي اسي مريس رسولك صلى الله عليه وسلم وحالة تسيي اما اللي سيي بشارة ادي ادوين بشارة سوحي اهي ان هدي نبي قيمه بطنايو قل كان لقو قدي ذي ويددكو كأميني لأيهين ويكرمين لأيهين وحاجرته ملأ هي ميل سارة ولقى جعل يهي ميل لقى سورة وين ايو وقاد لقى جعل يهي ايا جرتوا ملأ ذا سارة تاوحي كنتي مركة الإسراء والمعراج إن رسولك الله قصم ايو صلى الله عليه وسلم إن أساقو رنب إنت لقاضو عرك إي سماواتك لقليو
dadka meesha jooga iyo makhluuqa meesha ku nool say u soo dhaweynayaan iyo say u jecel yihiin iyo sida loo marxabaysiinayo in sida loo soo dhaweynayo dadka markaa la tusiyo xaaladdaasu ilaahay doonay subxaanahu wa tacaala rasuulka markaa kadib waxaa lagu sameeyey al-israa wal-mi'raaj mucjizooyinka rasuulka la siiyey ka mid tahay qaar waa abadiya qaarna waa muwaqqat waxyaabaha abadiyada ah ee nebiga mucjiso ahaan loo siiyey kitaabka qur-aanka ka mid ah waa mucjiso jiraysa ilaa maalinta qiyaamaha waxyaabaha nebiga sala allahu calayhi wasalam mucjizooyin ahaan loo siiyey oo muwaqqatkee meel ku eg waxaa ka mid ah israa'i micraajka waxaa ka mid ah biyo wax yar ah oo intuu gacanta geliyey biyihii bateen farihiisa biyo kasoo burqanaya sida il biyo kasoo baxayo kale waa mucjizooyin muwaqqat ah waxaa ka mid ahaa dayaxoo loo kala jeexay iqtarabat isaaca wanshaqa alqamar saacaddii qiyaam way soo dhowaatay dayaxiina wuu kala go-ay bishiiyo ilaahay u kala jebiyey subxaana wa tacaala waxyaabo fara badan oo mucjizoy noocaasaa jiray xeero raashin ku jira oo la cunaayo wixii laga bixin haddana soo gelaayo mucjizooyin bay ka mid ahaayeen sidaa darteed mucjizadan israaha iyo micraajka waxay ka mid tahay mucjizooyinka in la rumeeyo ay markaa waajib ka tahay ilaahayna amray subxaana wa tacaala nebigana lagu sameeyey rabbi wuxuu tilmaamay subxaana wa tacaala asoo arrintaa tilmaamaya subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsaa aladii baaraknaa xawlahu linuriyahu min aayaatina innahu huwa asamiicu albasiir subxaana aladii macbuudkii baa nasahnaaday ilaahii ayaan ceeb iyo nusqaan lahayn asraa ka dheelmiyey asraa bicabdihi subxaana aladii asraa waxaa nasahnaaday ilaahii dheelmiyey bicabdihi bicabdihi marka la leeyahay waa la sharfayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa loo qirayaa cubuudiya inuu addoon ilaahay yahay subxaana wa tacaala subxaana aladii asraa bicabdihi leyla tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب انت صدن وحال لغو تلماما يا النبي قال لغو قير يا أضنم تشريف بين مركة قطهي وفكو إلهي عبدي يرهدو وقف آد إدرا جسر مركة قاري وعباد الرحمن وحا صدن وحي تلماما يا إن إلهي قفكو اسكن نسبي قاس أهان addoonnimo qaasiya uu u tilmaamo sharaf iyo qiimo inay u tahay idan subxaana aladii asraa bicabdihi leylan habeennimo min almasjid alxaraam buu ka dheelmiyey ila almasjid alaqsa baa loo dheelmiyey masjid alaqsa waa masjidkii fogaa bayt almaqdis aladii baaraknaa xawlahu oo geerarkiisii aan barakaynay maxaa loo dheelmiyey oo loo qaaday nebiga linuriyahu min aayaatina inaan aayaadkeena wax ka soo tusino dhulkaa lagugu nacay cirkaa lagaa jecel yahay malaa'da saraa lagaa soo dhaweynayaa kuwan way ku ceyriyeen dhagxaan bay kugu soo tuureen reer daa'if laakiin meel lagaa jecel yahay iyo malaa' saraa jirtaa linuriyahu min aayaatina innahu huwa asamiicu albasiir ilaahay waa alla samiicoo maqal badan haddana basiir ahoo aragti badan subxaana wa tacaala bacdamuu sidaa yahay mucjizada israha iyo micraajka waa mucjizo nebiga la siiyey sala allahu calayhi wasalam haddaba israa micraajka nebiga waa la isreeyey micraajna waa lagu sameeyey waqtiga ay dhacday israha iyo micraajka ma lahaayo xaqiiq taariikh xaqiiq ah oo hadda la tilmaami karo oo la dhihi karo bishu intaasay ahayd waqtigana intaasuu ahaa intaasayna ku beegnayd ilaa iyo hadda wax sugan oo si caddaana loo tilmaami karo oo la dhihi karo xilligaa ayuu dhacay ma jiro israha iyo micraajka waa wax uun ilaahay ku karaameeyey rasuulkiisa waxaa la yidhaahdaa markii lasoo diray shan sano kadib qolasaa qabta habeenka 27-ka bisha rajab sanada 10-aad qolaa qabta waa sida loo badan yahay waa sida marka rajabka marka la gaaro 27-kiisu dadku ay xusaan israa iyo micraajka hijrada ka hor
لح بلاد هجرة كهر بستة عشر شهرا لح يطبان بلاد رمضان أيتهاي قولا تيري سي نقطة هدان كبحنا قلافات كاس بل أن تلمان إن إسرائيل معراج جيرو أقواش التلمان ميسا قمت وعشرين إيو أريمها النوم تقانا تضوي لباطن رجب إيو وحاد فهمي كرتا خديج إي أبي طالب لما شدو ذا كذب أيو أها إسرائيل معراج كا خديجة نوحي لما تسانسوا تلمان رمضان سنضي طبانات النبي نمضى وايو خديجة مركي دي منيسي صلاة ما بلا واجب يلنبا صلاةها وحا واجب ليالي وان خلاف كجرين هبينك إسرها إيا معراجك سادفت هبينك إسرها معراجك نبي قال له قاذاي أيا شمتا صلاة لقوسو واجب يالي إني أمديسو مركبتو كذان نبي صلى الله عليه وسلم إسرها معراجك سي وحو أها إن إلهي نصر السيناي سبحانه وتعالى هذيب قدت كان ضعيف كأه كل كجوجي كديدينهين ملأ ذي حوج بطنيدنا كر أي جيران اللي جا جعلي هاي إذن دين توي سعاني سا ماشي الله أقول تلاج لي نجاري سبحانه وتعالى مل الله لماشي إلهي أقول تلاج لي مركا ويتجي سا رسولك صلى الله عليه وسلم مر الله لمركي إسرها هي معراجك لجوس ميناي وحو تلمامي إلهي سبحانه وتعالى إنه أغطى لقالي خير إيا وناك إيا بشارة عظيمة إني مركا أغطاهي معجزة ذا وين أحلقا أي بعضي إلهي قرانا يا سبحانه وتعالى إمتى قول مركا كجر توحي كب الله بطي هبين نمو أي جبريل ويمت رسولك صلى الله عليه وسلم أصغو مكجوغا وانا هرداي وحو صوفري سقف كجوريا لما يريجي جوريجا أيو صوفري مسو دومين أو كمسو دعين نبيجا عرانا مسو دادانين بقحنا مسو دعين وهب إلهي أغطى لقالي سبحانه وتعالى هب كان ربي أغطى لقالي انتو سقف كي بيت كصوفري جبريل أيو كسو قالي وحو يمت رسولك صلى الله عليه وسلم ددبا لجي في وإلهي قرانا يا سبحانه وتعالى ابن أبي طالب قلعت المانتي عباس قلعت المانتي قرقة وحلت الماما قرقة إيدي أمهاني بنت أبي طالب إني أهيت حالبها صوتنا وصورة قل لكن رسولك صلى الله عليه وسلم مر الله لمركي أساء قيمت وحل سميبا ليري عملية إلي المركة لبات قلعت الماما النبي إلا جيحي أي كت المامان رسولك صلى الله عليه وسلم حلقي إسراه إمعراج كان حلنا واتا أساقو ير أو المها لعيارا يو للك دي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أيان قصو مرني وحلق جيحي ماشا إلا إيو ماشا مقارك خفيف كهوستي سكويا لحضرت هوستي دعا أيا نبيك لغاق علي وحو قصو صاري علق حنجر وكاسو يروا انتو الشيطان كقولها اي نصيب اه والاقا توري وحو كينيبا اللي يرباف اي كبو حذو حكمة اي ايمان والله وشوي صلى الله عليه وسلم واتلت الماما قف والبا وحال الصعبة قرين قرين بو ليهي افيق انا رسولك الهيو انيق وان ليهي لكن خير موي وحكا لئما فرقو يري خير ما هاني وحكا لئما امرو صاد اصعطو خير كاد اصعطو مركا قول كميد اللي قاسو اللي حين ياه أو حالو قطصايا أو قرينكا يكو أمريا حمان يحيابك علي سيدنا قطب الرسولك وحالوك يناي صلى الله عليه وسلم هبينك دابت مجعيد لإله هذا براق براق لإله هذا مجعيد رسولك وحكوت المامي صلى الله عليه وسلم فوق الحمار ودون البقل بقشنا ويكيريت دميركنا ويكوينيت مجعيد براق لإله هذا أما صورة ما أنت ضدك استعمالان أي براقة اللي رهده وجهها كوجه ابن آدم أنت ضنب فرس بيكتهاي وحد أركي سيبوريها وحاكو دقين براقة النبي ودوش أغاقوران براقة دي نبي قال لغو قاضي وقبر معناها إذا بدرد الناشا اللي قسم نيهرتو حد كفهمي كرتا وجه جيلي وحال لغا دقي قف دمر أوكالي مع ذلك هدنا دقي دقي أغو جرته قروح له أنت ضنب وحي كتهاي دابت فرس أوكالي وحكا جرا مجرت وإذا بضر إيا الظلم إيا البهتان إيا بين أبورت
dadka ay guriyaha ku dhagsadeen oo buraaqmay iska fujiya waa waxyaabo loogu talagalay dadka in looga ganacsiyo teeda kale xushmad darada iyo akhlaaq xumida waxaad ka fahmaysaa nebiga daabadi uu raacay in dumar laga dhigo wejigeeda waa shay aad yaa duxun rasuulku xadiisku wuxuu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam in magaceedana buraaqa la yidhaahdo fawqa alximaar dameerkana ay ka yara weyneed duuna albaqal baqashana ay markaa ka yareed magaceedana waxaa la yidhaahdaa buraaq buraaqada waxay ahayd mid abyad ah oo cad aad bay u dheeraynaysay socodkeeda qaar waxay tilmaamaan lugteedu waxay gaaraysaa meesha isheedu ay markaa gaarayso meesha isheedu ay markaa gaarayso rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii intaa lagu sameeyey oo buraaqadaa loo keenay say u sii waday ay u waday waxay geysay بيت المقدس سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقرر كذا أم بركيني ولله سبحانه وتعالى ماشي أبا مركا لقي مر الله لمركي ماشي أي تكتي وبيت المقدس وحو كحري براقبي حلقت أنبيذا أي كحرن جرين أي ليري أنت كبعد رسولك وحو قلي المسجد الأقصى لبرك عضوط أيون كنت كذي صلاة به لما واجب يلين سنصوت المانو هذا اللي واجب يلي دونا لبدا ركع ويجرتو من الذي إبراهيم بي أهيب قولة تيري أنت صلاة به اللي واجب يلين لبرك عضوط أو صبحي قلبتي لتكري أي مركة جري جرتي لبرك عضوط ila aisha ay leedahay mar allaala markii salaadii waajibka la waajib yeelayna waa la taam yeelay salaadii xadarka tii safarkana sideedii baa loo daayey oo laba rakacadeedii baa laga dhigay marka taa waxay tilmaamaysaa laba rakacadood ayuu meesha ku dukaday waxaa kaloo sugan oo la yiri in nebiyadii inta loo soo ururiyey meesha uu ku dujiyey rasuulka imaamna uu u noqday taasi waxay tilmaamaysaa tashariif waa la nacay oo ummad baa nacday laakiin sida loo jecel yahay fiiriya sida ilaahay uu u qiimeynahayo nebigiisa sala allahu calayhi wasalam khayrka iyo wanaagga ilaahay ugu talagalay inuu nebiyadii oo dhan imaam u noqdo maalinta qiyaamahana dhammaan waxaa lagu soo jamcinayaa buu yidhi taxta qadami ummadda oo dhan aniga sayidkoodii ah anaa sayidu waladu ibnu aadam walaa fakhr mana ku faantamay buu dhahay nebiga laakiin aadam ilmihiisii oo dhan sayidkoodii baan ahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam tashriif ahaan baa sidaa loo yeelay markii uu ka soo baxay ayaa malakul jibriil wuxuu u keenay weel khamar ay ku jirto waxaa la tilmaamaa khamrada in jannada looga keeno lagu sarqaameynin waxaa la tilmaamaa khamar un inay ahayd ilaahay baa garanaya xaqiiqda subxaana watacaala iyo weel uu biyo uu ku jiro laban ama caano ayaa loo soo dhigay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu doortay caanihii riwaayadaha qaar baa laga yaabaa inay ku daraan iyo weel saddexaad oo markaa biyo uu ku jiro ayaa loo keenay ikhtibaar baa socdaa alimtixaamaya fakhtaara annabiyu allaban rasuulka caani buu doortay jibriilaa yiri ilaahay baa mahad iskale subxaana watacaala ku dooransiiyey fitrada iyo diinta islaamka waxaad ku dhegtay oo aad qabsatay waa diinta islaamka diintii islaamkaad qabsatay baa la yidhi haddaad khamrada qaadan lahayd ummaddu way baadiyoobi lahaayeen dhammaantood sidoo kale haddaan biyaha ictibaarina laftigeeda haddii aad qaadan lahayd ummaddu biyaa qarqin lahaa laakiin caanihii baad qaadatay caanihii ayaad dooratay idan waxaad dooratay fitradii caanuhu aad bay u fiican yihiin caanuhu mar allaala marka axadka isagoo cabay uu ku riyoodo insha allah diin inuu baran doona loo rajaynayaa dhowr jeer buu ku riyooday rasuulka isagoo caana cabaya habeen waxaan ku riyooday bu anigoo caana cabaya caanihii markaan ka dhargay xad dharagtii oo kasoo baxayso cidiyaalkaygii kasoo qubanayso wixii iga soo haray waxaan siiyey cumar ibn alkhataab radia allahu canhu maxaad ku fasirtay cilmigaan ku fasiray marna qamiis baan ku riyooday buu yidhi ummaddii oo qamiisyo wataan
لكن قميصها ميل در أوسن أجر قارب ناسه أجر قارب حبتك أجر قارب ترقونتي دونت أجرتي عمر بن الخطاب بإصامر وعليه قمص أما خميس وته يجره دلك وكجيدة يؤاد أوين ما حد كفا سرتي دين كان كفا سيري عاني ما حد كفا سرتي علمي كان كفا سيري سينا قطب عمر بن الخطاب فضلك إيواناك أولي هينا ولا تلماما مرك رسولك صلى الله عليه وسلم هذينك وحو اختارتي او دورتي انو عانه قاطو عانها او قاطي وحي دليل او نقطي اما السبب اي او نقطي وحي تهي ان دينة اسلامك او قبصدي قبص او هي سنايو دينة اسلام كونا ومدو اي قاضان دونان مر الله لمركي بينين فربضان اي تقذيب اي لعاد الا والس امتحان ايا امتحان فربضان با ايمان ايا امتحان كان نوع عصا الصبر با لوغا بحيا مركا او قدام بيسا لكن قوشة اي اربتا دمب انو اصاقو مركا يالان ايو رسولك صلى الله عليه وسلم دينة اسلام كون اي قاريسو ميل كستو الهي او قطة لقالي سبحانه وتعالى دينة وي قاريسا قوري وبرعا قوري متقانا كسامي سنبغر اي ميت بابا كسامي سنبا ذل ذليل او عز عزيز بكو قاريسا نين عزيز اه عزيز نمديسا اما مد ذليل اه دل نمديسا كو قاريسا قال الهي هو قاميي او دحديسا لغا دحكا عاي او اسلام كي كفا في هنقضو اما نين الهي او قطلا قالو عزيز اهو دينت عزينايا لبدا مد ام بكو قاري لكن دينتا ويسعونيسا ماشو الله او قطلا قالي اين مركا تغيسا رسولك صلى الله عليه وسلم انتا كبعدي مرك اختبار كان لغو سمييي او نقود بي ايو كباسي وحا انتا كو اك واسره اسره وحا ليره ذا نبيق او لغا قاضي من المسجد الحرام لقيي الى المسجد الاقصى جس هبينك كمدعا ريا ما اها لكن اساقو نمبا لقاضي بعبده وحي تسيسا نبيق نمانتي ان لقاضي ماشا لغا قاضي ان اساق اللي المية جسد الروح وضا صعبا وما جعلنا رياضي أنكو تسيني كما أنا يرين إلا فتنة مركو إله تلماما يو قارا وحي ليهين ريا إهيت نبي قو مبحين لكو رياضي لكن آيات وحي تلماما يسا سبحان الذي أصرى بعبده إلا ريا عبده لما أها أدون كيسي أقنن إنو إلهي قاضي سبحانه وتعالى إن قبل هبينك كمت أهولي باب بعبده ليل المركل الليه هاي ولا تقليلين يا وايران وجس هبينك كمدعا أم بالقاضي لقي ميل بالله صعنايو بلنا لقصة صعنايو هبين قبل كيسي اسكبسي داي السماوات كسر صري أيا مركا لسي صاري إلا ميشيسي لقصو عليي رسولك صلى الله عليه وسلم تانا وحي تلمامي سا إصرها إيا معراجك وحقيقة أوصوغن إنو مركاية هاي عجائب فربضن بو هبينك الله سوك المي رسولك صلى الله عليه وسلم انتا مركي اقلماتي او اي تلمامين ان تقانا اي تلمامين للتلمامي ان اسره انتا قلماتي رسولك صلى الله عليه وسلم كبعد والا كرسي قرب الله سيقاضي هذا لا فربضن بالاقا يابا الهي قرانا يا حقيق ذي ذي ايهين صورة قلنا ايتا اني دمان وحبك جيرين إن لا تلمام إنتو جد كسي مرهي وحو أركي متقانا إبليس شيطان وهو قيلي وحو أركي متقانا إمرأة عجوزة أما إبليس كأو صورة وطه وعجوزة وحو أركي متقانا وحو قيلنا يا أرموين كصوران وحصورة قلا وحقيقة أصوغن إني سمركا أهين لكن إلهي سبحانه وتعالى أما حديثته إني تلمامين أرموين كان إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسو كو تلمامي إيسو نظر رسولك صلى الله عليه وسلم انت كبعد صعد به جبريل جبريل بكر لآلي إلا أوتغي سمدي دويت إلى السماء الأولى أما سماء الدنيا سمدي دويت أيوتغي سماء الدنيا وحلو ببحيي وينوسو دوذهي الله لمرك كور مدح الله قاضو ووحا أغوه ري عيان عناية أهان عيان أهان مرك الله أركو وي أيضا مرك أغوصوه ريسو مرك جبريل عليه السلام أيا لتغي او كر لسي آذي إلا ايتاقين سمدي دويت سمد عيار عيار معها مركا لاتاقو لسكا مقالو مركا لاتاقو وحاكه ريس امتحان فربضان مر الله لمركي سمدي كوبات كوبات ايتاقين اما سماء الدنيا فاستفتح له جبريل جبريل بايفتتاح ويديي الباب كو قراعي افتتاح
يا أيها الذين آمنوا اسكدا سمدي غرياغا الباب كاغا يا للي عليس سوجلن او متقانا غريها عند الجنين ام ان لهين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها الا استئذان قاضتان وإهل كذا ادوي سلامتان ما هني ومد اذن خير بضن كورن سمدا وجعلنا السماء سقفا محفوظا سمل الى لي ان كدغن بودا الى سبحانه وتعالى وهم عن اياتها معرضون ايات كذي سكسي جيسنايان ما أقول أنت بدن آياتك آياتك أي كسي جيسنايان مركز سمدي كوات أي تغين جبريل هي النبي صلى الله عليه وسلم استفتح أي ويدي وحالو جريمان واي وح الباب قراعي سمد الباب كذا عدة قراعي سييت ييتهاي قال جبريل جبريل باناحي ملك الجبريل ماشي وحالك فهم يابع لجريل قفك مر الله على مركي الباب إسلامي وقراعه أما الباب وقراعه أولا يرهض من إنه يرهض فلان وهبل هبل أيان أهي وإن نفسد بعض أبكم مقع عوضا مقع على قوقو يقانه أما كن يأينا ناس أي ضدك قوقو قران أيان هبل أيان أهي وممنوع أنا أنا إيه أنيقا إيه مي الباب هداد قراعه من لقوضه ولقا أنيقا هدين يا واي أنيقة وقالت يا واي وهبل ويبنانت هي وأنيقو هبل من هذا سكوت درتو رسولك أمهاني محوكير ما نانت يا واي وح قالت أنا أمهاني أنا أمهاني بان أهي رسولك صلى الله عليه وسلم ما لم بان أسو استئذان قاطي رسول من أنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا معنى أنا محيطان أنيق معيته أبياته هاي استعريفي إسشك إسمك عاو مرك حالضة وممنوع قفك إنه الباب مركو قراعي هدي له ويدي مجا عيسى وإنه نفس دي سكون مجا عبا اسم كيسة أما كن يئن ناس لقو قرن كرو لقو يقانو تاسي الدين تو إسلام كو قبطا وشي أذابت كمير استئذانك وأجد جبريل عليه السلام سمدو قراعي وملائكة بقر كودي وملائكة مدحودي والروح القدس وقراعة البابك مركاسا ليها من مدهن أنا بحر جبريل جبريل بان أحي جبريل أيان أحي بو يري مركاسا لو يري يا قل الصعدة هو معك أحد قف كل الصعدة مجرى قال نعم معي محمد بقى إلى الصعدة ما الله صادري وحد كفهمي سئل سجاي انت سؤال ايه جبريل لما رسيه في عليه السلام يا تهي ابي جبريل بان اهي يا كل السعودة محمد بقى الى السعودة ما الله صادري ها مكاسة الباب كيسا مضى لقفري الباب كيسا مضى لقفري سادرت دوحي تلمامي ساسا مضى وح سهلا اني سان اهين الهي وحو كدق السنقاف محفوظ لا الالي سنقف إلهي كرّي سبحانه وتعالى والطور وكتاب المسطور في الرق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف إي سنقف كرّه قاضي مرتهوري حضر محفوظ هو الإلهي إن زي سيد إلهي المان سبحانه وتعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ولقى إلى لي الشيطان كستؤم مارد مرحسن نحرس أن لقفقي إلهي النعي سبحانه وتعالى وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ملأ ذا سرها دوتك شيطان وحقو كسو مقلا يا مجره ويقذفون من كل جانب ولا صوت ريينا بوضاه إلهي جانب كستالك صوت ريايا ويقذفون من كل جانب دحورا وإريد يبورين لصوت بورينا يدرتي ولهم عذاب واصب عذاب واصب أهو دليلنا يا وحنون بدن أقبين وليه إلا من خطف الخطفة كبا جرى لكن هذا الصوت فكرة انتو هذا الصوت دفو انت شهاب يحش كل عين يوكا جارسين يا ود امتقانا كاهين كدكتيسة تاسو مكا كتورا سادر تيد سمضى حق يدا وح سهلا ما بقى همبا وح عيار لو تجي كرا ماها وح لو دوان كرا ماها هدي ملك الجبريل انت انو سؤال الله مرسينا يو غير كيوا من باب اولى ويكسي دارانتا هاي يا واي جبريل انا هاي
يا كل جرا محمد با الى جرا مالا سو ديري ولا سوغايي ها مالا سو فصحي ها ولا يغفري بو يري رسولك صلى الله عليه وسلم يشا وحان كو اركي غوري ادم ابا البشر بشرك ابوت النبي ادم عليه السلام روايات كرو حتى المامي سا وحان كو اركي رجل نين ادو دير نين كاسي وو فديا دين عيسى ملك تنا وحا فديا سنما معناه مخلوق فربضان ان ففربضان دين عيسى بيدح ذنا كوساس وفربضان با فديا مر الله لا مركا او ايغا دين عيسى ملك تا ضحك وقسليا مر الله لا مركا او فيري دين عيسى بيدح ذنا بكا وعوينيا نين بان اركي بو يري فديا وسماء الدنيا سمدي كواد بو مر يا نبي صلى الله عليه وسلم صمدا يا صمدا كلا انت ادخيس شم بقول او سنه لو سخدا سيده حديثه اي الدنيا الا ذلك وحا لو سخدا 500 عام شم بقول او سنه مي قال لو تغي لحظات ملائكته ويسو دغان وين الكوران الهي با تسقيري سيدي اصمر نيبا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا ويدبالنايا انت سجربا لغيابا اني كسو دغاني قران امر اله ايغو فرناي سبحانه وتعالى سادرت الحقيقه مركه لا فيري لكن لبد السماء سماء الدنيا هي ذلك انت ادخيسا 500 سنه لو سكنا وحلي ان عمرينا غارين لبد السماء انت ادخيسا سا سو كلي مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مركان سمدي كوبات غلي بو يري وحان كو اركي ادم ابا البشر اما سوحان كو اركي رجل طويل ننكاسي وفديي دينا ميدكتا اهنا وحا كفديي مخلوق فربضان بيدح ذا نصاص وكلا كفديي مر الله لمركو دينا ميدكتا ايغانا ضحكا وقسليا مركو ايغا دينا بيدح ذا نبكا وقوينا يا اضيقي وان لا يابي ويري وان لا تعجبي جبريل ايا وحان كو اري من هذا واكما ننكان مركاسو إيري أبوك آدم وآبها آدم ودوو فصلم عليه ودوو إيه سلام ودوو إيه آدم محو لقوين يا مركو مبدح لفيريا محو سلقص لي يا مركو مدك تفيريا وحم عقول مرق الله لمرك أدنا عمدك تفيريا inu arkay yadkiisi ee duriyadiisi ciyaalkiisi intii jannada loogu talagalay oo bishaareysanaya marka wajigiisi waa farxaya farxad iyo reenreen iyo surura ka qabaneysa waayo inta dhinaca ka fadhiisa waa asxaabul yamiin waa intii midigta loogu talagalay waa asxaabul yamiin ma asxaabul yamiin maxaku ogeysii midigta asxaabteeda asxaabul yamiin muhiyihiin fi sidrin makhdud وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مخطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ملتي كفديان وإنت إلهي أهل الجنة وغطل قال سبحانه وتعالى وانت فرع عيسى اي كلي بانتي اي امرك الله قاضتي اي دينتك وعمل فشي اي شركي حمانتك كتكتي او وحو الهي ادري التوحيد سمي نبي يدي سور دوي او اميني مر الله لمرك وصاصو ايغو ضحك وقسليا واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود جيت قبت بيليهين جيت كقبك قلح بوليهي في سدر مركي سور دكتي ننهر بادية يا رسول الله سو طلت الماما جرد لسكو ديبي مايو ها حتى لصحران مايو سولي لآدي مايو لصو كاذين مايو حاكم مجرتو وحيابا وح الله لا وحي قف مشقوني لها مبجرتنا واسور قل ادو هرد هرد ادونكو مال في عن اي كو مريس هرد انا كاذيكو سو قبط هرد اي ادو هرد يسود كسو كعضا محاكا بابي ايي مجرت ادو اي اخيرا ميانا الاران دادكو ديب ما ديبتونا يان ها وامحي قبك لشيغي بويري قبكو قطحو ليه قط حام بوليه مي صدتك الدورينين في سدر مخضوض بوير الهي قط حام ملها وقب لقد حجري ما ها قب كان اجير نوكالي حبت يربان اركينا مر مركات افكا قشر تحريبك اقصى بحي كو قاركي كو وقرار كو لفتي سا سيكالا كو اصغو افكا مجلين كرتد ما ها نوعا
يتقبض بإليه المخضوط. لقد حجر يسير إله المام سبحانه وتعالى في سدر المخضوط وطلح الموضوط طلح وقيت على ما هو وين سيد موسك أوكله موس أي ليه طبعا ولا الرسيي وحي ليه سيد إله المام سبحانه وتعالى ذل إيهوس ممدود إيه تاجن وضدك إن عيسى فضيه وضدك كقص لسيي بشارة وحلوت المام هيو وإن الله أنت أصحاب اليمين نقطه أولئك أصحاب الميمنة وميدك أصحاب تودة ددك إلهي سبحانه وتعالى بعدما يحالب دو صداتهي أو إلهي سبحانه وتعالى أقول تلقى لي وناقع وحيليهم فواكهات فربضا لا مخطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة فرش إفراش على لكريالي إنا إنشأناهن إنشاء دمركو ذقبوا بي حتى وانصوير يرينينا فجعلناهن أبكارا قبل يرير بالغدقة وبكريالا عربا أطرابا رقوا ذا جعل أسكو دقه يا إسكال لأصحاب اليمين ضدك آدم كقصلي وقصلي محاك أويسي مرك أبده ذا آدم عليه السلام وحاك أويسينا يا وإنت الشقاوة إن الصبح حمكرد عضي ونارت الله كحينا وعياذ بالله وإن الله أنت لو ذاي أنت لك حيو لو قد تلقل إن ميشا آدو وميشا أقود درم وماش عذاب كاع وماش لسكو عذاب جلينايو سيدا درتيد ايا نبيغا صلى الله عليه وسلم وحو يري اضيغا مركو ايغا دين عميدتنا وقسليا مركو بيهنا فيرين وغينيا جبريل بان اري واحي وحو ايغو يري وابوكا اما اضوغا ادم ارد اتك اي سلام وان اتك اي وان سلامي سلامتنا وايغا قاضي وحونا اري مرحبا بابن الصالح والنبي الصالح سو دو با كو سغناداي اي سو دواشو نبيغا صالح اي وناكسنو اي انن كان صالحا نبي ادم عليه السلام اي ابراهيم سان اركي دونو يا وخي كو سلامي دونا رسولك صلى الله عليه وسلم بابن الصالح والنبي الصالح اما النبي ذاك وخي اورن وخي اورن دونا باخي الصالح الى فعجب بين قنيان اما ادم وخي كو نقنيا نبيغا والد بمركا وهانيا آخر مرك الله تقول سنصوم مرنيبا سو صار بالأرنا يا بعثة النار تلوق تلاجني آدم إن الله لا إنت النار تلوق تلاجل لو كنت يكسر صار دري ذا دتك أو مشة تاجد إن مه يسي كسر بحي ما كان كسر بحي يا كن كي بسجال بقول إيه سجال إيه سجاشن كسر بحي كواصلنا أهل النار هل كسر هرايا أي أهل الجنة وذلك يوم يجعل الولدان شيبا ويوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود بيري نبي صلى الله عليه وسلم ومالنت عيالك عروريال نقنيان ومالنت دل عيالك يريرا دل دلك هاي حد لا دلي عروريال نقنيان اذا ما سهلنا كنك قفض سغال بقول اي سغال اي سغاشن هدي نار تلقلي ما حصو هري وح سو هري مجر وفسق غبتي ومعاصي بدتي ودينك فوغاشها واحترام الانت ودينتي اولا نعي وشيطان اولا جعلاضي وحقي امد كفو قابين ودينتي الهي اي كسي ترقيان هبين اي مالين وادواشها بعدك يعرض الا اللو دوانا ايو سادر تدبع لأوران دونا صوب بحي بعثة الله قلت لك علي ذرية انت عذابك اللي قلينا ايو سقال بقول سقال حلقة صوهرة ايا لبد بادنا كاسا مركا جنة اذايا وكقاضي فرد عليه سلامتي أيو كقاضي وكرديي نبي نما أيو نقصقي ووحو يري نبي جي صالح أها يئنا كي صالح أها يو أرواح ذا نوام حيبة ليري جبريل مركاسو يري أرواح ذا أجدنا وأرواح بي عروفتي سا وحمدك تجوغانا وإنتي سعدبي ليبانتي أرواح ذا أشقياد أهنا عن يساريه وإنت بلح لي سفر لسا إنت بلح ذا فر لسا إلين لوقب اللوك لبحنا يا كتاب قيامها سيد إلهي تلمامي فأما من أوتي كتابه بيمينه يو أما من أوتي كتابه بشماله قولنا الشمال بالغسي يا إيقا عن تبلح ذا قولنا قعنت ملك تالغ السياغ وير إلى سبحانه وتعالى ملك تالغ السي وحي الدليل على ما أطهي إن الجنة آذايان إيه أهل الجنة مركا يهين سادرت بو إله يرفى يقول ها أمقرأ كتابية وحو أرانا يا كالي كتابك إلى آخرية إني ظننت أني ملاق حسابية وان ملينا حسابتا إن الله كل ما يو
فهو في عيشة راضية، عيشة إن الله راضية بو كجرة في جنة عالية، جنة ينصر صري سبو الله إلى سبحانه وتعالى، قطوفها دانية مره برشد إلويهين، كل وشربوا هنيئا، عنا عب أسلقوا هنيئا وصفاء وبغاتسي ومعان عنا، وبما أسلفتم في الأيام الخالية أيامتي وحا صهر مرصتين يا صهر كوي وووي آدم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ها يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية عوات يقيل على إن الدام يوحيا وإسك الدرية هلا جوء عنيا يشحر حسرة يشلاي قوم ما يقلب وحكستو إسك الدرية لك وح لقى عتابايا وعتابدي صلى مقلايا مركع معها سادرتت نبي آدم عليه السلام أيو سمدا كوات كو أركي نبي عليه الصلاة والسلام انت كبعد وإس سلامين سلامتنا وكقاضي سفي عم بو أسود ويي نبي نمادي سنا وقري نبي آدم عليه السلام انت كبعد ويكسي أنبا بحيان نبي قه إيه جبريل عليه السلام ولي أحوك جرا ملكوت كسري ملأ ذي صلاة لقود إحدى وافينا يعني dad adoon joogo oo bani aadam oho dhimanayo wax faa'iido aan lahayn oo way diidanayeen oo qaar turiyeeyo dhibaato waxyaabo kala baday oo gaarsiiyay laakiin waxa lagu wareejinaya oo saas ugu sii dhex socda samaawaadka dhexdooda saas lagu sharfayaa nabiga ilaahay qadarintan iyo mudnaanta sadleedahay rasuulka ilaahay xizada iyo karaamada sadleedahay fiiri waxba ha u hanqal taagin إلهي بك الدفاع دون سبحانه وتعالى ملأ ذا يجعني وحي أي كؤرك لها ينأي مركا كؤركا وأنا أسبوع عظم بهدي إلهي إذن سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم إي ملك الجبريل وساحيبك هو وضع صعبة ونسيجي ذا صمد اللبات وصلى غفور دونا وحيس كؤرك دونا ويقدم من أركينا هذه ربي إذن سبحانه وتعالى وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.